لا تناموا في رمضان، لا تصرفوا أوقاتكم على التلفزيونات، ولا تقعد المرأة التي تقضي ساعات مسكينة وتتعب 7-8 ساعات بالمطبخ طبخة واحدة وزيادة. باقي المال اصرفوه للفقراء، لا تتفننوا بالطعام والشراب وصرف الأموال. طعام نوع واحد من الطعام، لون واحد من الطعام يكفي. ماذا ستملأ في هذه المعدة؟ كم تسع؟ عود نفسك على التقليل كما كان الأنبياء والأولياء. وأيضا ليتذكر الفقراء أن هذا الشهر هو فرصة لهم أيضا. رمضان موسم الخيرات، موسم تفقيه الناس، موسم إقامة مجالس العلم والقرآن، موسم الصيام والقيام والأذكار والعبادات والدعاء والطاعات. فاربحوا هذه الفرصة، لا تفوتكم هذه الفرصة، لا تفوتكم هذه الفرصة، ولا تذهب منكم، لا تضيع عليكم، اغتنموها قبل فوات الأوان.